لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا: من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى فأراد أن يستفزهم، أي أراد فرعون أن يخرج موسى وبني إسرائيل من أرض مصر، إما بالقتل أو بالإبعاد. الظاهر أنه بالقتل، وأنه أراد أن يزيلهم كما قال ابن كثير رحمه الله، أراد أن يخليهم منها ويزيلهم عنها، ولم يتعرض للقتل أو الإخراج أو الإبعاد. لماذا قلنا أنه بالقتل؟ لأن موسى صلى الله عليه وسلم طلب من فرعون مرات أن أرسل معي بني إسرائيل، وفرعون يأبى ويزداد عتوا وإجراما، ولما خرجوا تبعهم. لماذا؟ لأنه يريد طردهم، فهم خرجوا تلقائيا. فلو كان يريد إخراجهم وهم قد خرجوا فلا معنى لمطاردتهم، إلا أنه كان يريد قتلهم ويريد إذلالهم واستمرار استحياء نسائهم، ونعوذ بالله من حاله وعمله وعمل أمثاله. قال تعالى: فأغرقناه ومن معه جميعا. قال: فأهلكه الله عز وجل. ذكر ابن كثير بشارة جميلة، قال: وفي هذا بشارة لمحمد صلى الله عليه وسلم بفتح مكة، مع أن هذه السورة مكية نزلت قبل الهجرة، وكذلك وقع. فإن أهل مكة هموا بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم منها أيضا، ولما خرج أرادوا قتله، نفس الأمر تماما، أرادوا أن يستفزوه من الأرض، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. لما خرج هو صلى الله عليه وسلم أرادوا قتله، وجعلوا فيه وفي صاحبه دية كل واحد منهما، أغلى مكافأة، من يقتلهم يأخذ 100 من الإبل. يقول كما قال تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ولا تجد لسنتنا تحويلا. أي وقد كان حين أخرجوه اضطروه للخروج بنفسه، لم يخرجوه بأنفسهم، وحين هموا بقتله
لم يلبثوا خلافه إلا قليلا أقل من عامين، وكانت رؤوسهم قد قطعت في بدر والحمد لله. قال ابن كثير: ولهذا أورث الله رسوله مكة فدخلها عنوة على أشهر القولين وقهر أهلها، ثم أطلقهم حلما وكرما، كما أورث الله القوم الذين كانوا يستضعفون من بني إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها، وأورثهم بلاد فرعون وأموالهم وزروعهم وثمارهم وكنوزهم، كما قال: كذلك وأورثناها بني إسرائيل. قال: كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها قوما آخرين، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأصبح ملك بني إسرائيل ممتدا لمصر، وإن كانت العاصمة الجديدة سيناء، فلهم من يحكم بقية بلاد مصر ممن آمن بموسى صلى الله عليه وسلم واتبعه، فصار ملك بني إسرائيل ممتدا، والله سبحانه وتعالى الذي مكنهم من ذلك. قال: وقال هاهنا: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، أي جميعكم أنتم وعدوكم. وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك: لفيفا أي جميعا. قال القرطبي: وقلنا من بعده لبني إسرائيل أي من بعد إغراقه اسكنوا الأرض أي أرض الشام ومصر، لكنهم أبوا أن يدخلوا الأرض المقدسة في الشام، فبقوا في سيناء فترة التيه، ثم بعد ذلك خرجوا من التيه إلى فتح بيت المقدس مع يوشع بن نون صلى الله عليه وسلم بعد موت موسى وهارون صلى الله عليهما وسلم. قال: فإذا جاء وعد الآخرة أي القيامة جئنا بكم لفيفا، أي من قبوركم مختلطين من كل موضع، وقد اختلط المؤمن بالكافر، لا يتعارفون ولا ينحاز أحد منكم إلى قبيلته وحيه، لأن أنتم مجتمعين مش هتتفرقوا دلوقتي، سيتفرقون على العقيدة والإيمان، يحشرون جميعا ثم يتفرقون بعد الجمع والحشر، كل يتبع ما كان يعبد. قال ابن عباس وقتادة: جئنا بكم جميعا من جهة شتى، والمعنى واحد. هذا الذي جعل بعض المعاصرين يزعم أن معنى وعد الآخرة أي المرة الثانية في الإفساد، وجئنا بكم لفيفا أي من بلاد شتى، ويزعم أن هذا الذي حدث، لكن ليس هذا بتفسير جماهير السلف، بل هذا لا يعرف عنهم والله أعلى وأعلم، وإنما هم يفسرون الآخرة على ما هو الأغلب في كتاب الله في لفظ الآخرة. في لفظ الآخرة في هذا الموضع، فأما مرتي الإفساد فقد كانتا قبل ذلك، أي مرتا، وليس أن هذه المرة
هي مرة الإفساد الثانية. اللي بيقول الكلام ده لم يتقن كلام السلف في التفسير، وقد قال عز وجل قال ثم رددنا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا أي وليدمروا ما علوا تدميرا عسى ربكم أن يرحمكم. من يفسرها على أن هذه لم تحدث وأن بني إسرائيل سوف يعني يدخل المسلمون عليهم المسجد ليس كلاما صحيحا ولا وجه له ولا يوافق تفسير السلف، وإنما المرة الأولى يعني قهر بخت نصر لهم وسبي بابل سبيهم إلى بابل، ثم الكرة التي ردهم الله إلى بيت المقدس مع طالوت وداود عليهم الصلاة والسلام، ثم لما بدلوا بعد ذلك مرة ثانية سلط الله عليهم عدوا آخر برضو أيضا قوم كفار، والأظهر أنهم الرومان لأنهم هم الذين هدموا المسجد الذي بناه سليمان صلى الله عليه وسلم أي جدده بعد أن كان بناه إبراهيم صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنه هدم مع احتلال بختنصر لبيت المقدس أو هدم قبل ذلك الله أعلم. لكن المرة التي هدم فيها بيت المقدس بعد ذلك في عهد الرومان وهم على شركهم ووصفهم بأنهم عباد ليس لأنهم عباد بل لأنهم عبيد ينفذون أوامر الله القدرية الكونية مع كونهم لا يعظمون أوامره الشرعية. والدليل على ما ذكرنا أن الله قال فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة أي دخلوه مدمرين ليدمروا ما علوا تدميرا، وليس أهل الإسلام بالذين يهدمون بيت المقدس ولا يدمروا ما علوا تدميرا، لا في المرة التي دخلوها زمن عمر رضي الله عنه ولا في المرة التي دخلوها زمن صلاح الدين ولا في الوقت الذي سيدخلونه بإذن الله تبارك وتعالى بعد ذلك. فأهل الإيمان يعظمون هذه البقعة ويرونها مقدسة، ولذا لا يستحلون ما استحله الرومان أو بختنصر أو النصارى من تخريب ما يعني كان شعارا لمعبد يهود، فإن هذا لا يحل لنا ولا نفعله بحمد الله، ولا ندمر ما علونا عليه تدميرا ما حدث ذلك في أي أمة من الأمم. قال ابن جرير رحمه الله فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، يقول فإذا جاءت الساعة وهي وعد الآخرة
جئنا بكم لفيفا، يقول حشرناكم من قبوركم إلى موقف القيامة لفيفا أي مختلطين، قد التف بعضكم على بعض لا تتعارفون ولا ينحاز أحد منكم إلى قبيلته وحيه، من قولك لففت الجيوش إذا ضربت بعضها ببعض فاختلط الجميع، وكذا كل شيء فقد لف به. واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم نحو الذي قلنا عن ابن أبي رزين جئنا بكم لفيفا قال من كل قوم، وقال آخرون معناه جئنا بكم جميعا، وكذا قال ابن عباس. فيش حد منهم بيفسر بأن دي المرة التي سيجتمع بنو إسرائيل فيها من أقطار الأرض. اللي حاصل دلوقتي ده أمر ربنا سبحانه وتعالى، القدر الكوني، وسوف يعقبه هلاكهم بإذن الله. هل هذا زمن عيسى صلى الله عليه وسلم؟ فنحن لا ندري. نعم اقتربت الساعة، ولكن هناك يعني مرات كثيرة، لو يعني 3000 سنة ليست بالزمن الكثير. يعني نبي الله داود الخبر الصحيح الإسناد أن الله قال عن داود لآدم هذا رجل من ذريتك في آخر الأمم اسمه داود. فسيدنا داود من آخر الأمم، وإحنا عدى مش يعني حوالي 3000 سنة من أيام سيدنا داود. فلو 6 مثلا 1000 كمان، إحنا بقالنا معهم يعني كام 60 كملنا يعني من أخذ بيت المقدس يعني سنة 67 لغاية دلوقتي حوالي 56 سنة. فهذه الأوقات أقصد يعني ما حدش يقول لا خلاص الساعة جاية، الساعة دي ممكن تبقى بقول لك 1000 سنة و2000 سنة ويبقى لسه ده في إيه، كل ده في آخر الزمان. بعثت أنا الساعة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا الساعة كهاتين، وبقى لنا 1500 سنة 1444. فلذلك نقول هذا الأمر طبعا لو قلنا قبل البعث أنا هيزيد، أقصد قبل الهجرة هيزيد أكثر. الغرض المقصود أن هذا الأمر، لأن أنا نبهت عليه، لأن يعني هناك من يعني حتى أفاضل المشايخ من يستدل بهذه الآية على ما وقع من اجتماع بني إسرائيل من أقطار الأرض إلى فلسطين، ويقول أن المسلمون هم الذين سيقتلونهم. الآية دي في أمر الآخرة، جئنا فإذا جاء وعد الآخرة على المرأة الآخرة. طب ليه ما قلناش كده في المرة الأولى في أول السورة، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم، لأن ربنا قال قبلها فإذا جاء وعد أولاهما، يبقى لما يكون في قرينة تدل أن الآخرة هي المرة الآخرة من الإفسادتين، أو المرة الآخرة من العقوبة على الإفسادة على الإفساد، المرة الأخيرة من هاتين المرتين، وثم بعد ذلك قد عادوا فيعود الله عليهم بالإهلاك بعد أن يتجبروا ويطغوا ويتسلطوا مدة، ثم يدمرهم الله تدميرا كما شاء سبحانه وتعالى. قال قال الجوهري واللفيف ما اجتمع من الناس من قبائل شتى، يقال جاء القوم بلفهم ولفيفهم أي وأخلاطهم، يعني باللي هم منهم وباللي حواليهم كمان، وبالأخلاط الذين تحالفوا معهم يعني.
وقوله تعالى جئنا بكم لفيفة أي مجتمعين مختلطين، إن الناس كلها بتبقى تحشر في أرض واحدة، وإنما يتشفع الناس بالأنبياء ليفصل الله بين العباد. فإذا جاء الله عز وجل يقول لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، أول بدايات الفصل ينادي مناد من عند الله لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم اليهود وأنهم يقولون كنا نعبد عزير بن الله فيقول كذبتم اتخذ الله صاحبة ولا ولدا، فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب فيتساقطون فيها. الحديث اختصره وكذا النصارى. ثم بعد ذلك تتميز الأمة، قال فتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيميز الله بين المؤمنين والمنافقين بالكشف عن الساق. ولذلك قال عز وجل يومئذ يصدعون يومئذ يتفرقون، فالتصدع والتفرق بعد اجتماع، يبقى الناس ستجمع جميعا ويكون هذا هو الكرب العظيم إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بالفصل بين العباد. فصل، وده الفصل والتفرق والصدع يكون ليس بناء على القبائل ولا الألوان ولا الأموال ولا الملك، وإنما يتفرقون على الأعمال وعلى العقائد وعلى العبادة في المقام الأول، لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. لكن يجيئون أولا مجتمعين. قال أي مجتمعين مختلطين، وطعام لفيف إذا كان مخلوطا من جنسين فصاعدا، وفلان لفيف فلان أي صديقه. قال الأصمعي اللفيف جمع وليس له واحد، وهو مثل الجمع، يعني المفرد بتاعه زي الجمع، عشان بيقول فلان لفيف فلان، يبقى لفيف يعني صديقه، إذا بيستعمل في المفرد بنفس لغة الجمع. والمعنى أنهم يخرجون وقت الحشر من القبور كالجراد المنتشر مختلطين لا يتعارفون، هما يعرف بعضهم بعضا، يبصرونهم ولكن لا يبحث أحد عن أحد، يود المجرم أو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، لا يلتفت أحد إلى أب ولا أم ولا ابن ولا بنت ولا زوجة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يا رب ارحمنا يا رب. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قال الكلبي فإذا جاء وعد الآخرة، يعني مجيء عيسى عليه الصلاة والسلام من السماء، ده القول الوحيد المذكور وهو ليس عليه دليل بالمقارنة إلى القول الآخر الذي ذكره ابن جرير والقرطبي ولم يفصل فيه ابن كثير، أن وعد الآخرة هو وعد الدار الآخرة والبعث بعد الموت، والله أعلم. وقوله تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، هذا متصل بما سبق من ذكر المعجزات والقرآن والكتابة. قال والكناية ترجع إلى القرآن، الكناية هو الضمير، أنزلناه الهاء دي هو الضمير يعود إلى القرآن. ووجه التكرير في قوله وبالحق نزل، ذكر الحق مرتين، يجوز أن يكون معنى الأول أو جبنا إنزاله بالحق،
على معنى الأول أوجبنا إنزاله بالحق، والمعنى ومعنى الثاني بالحق نزل ونزل وفيه الحق. يبقى الأول يعني المرة الأولى من ذكر وبالحق أنزلناه، يبقى بالحق أوجبنا إنزاله، بالحق نزل، نزل متضمنا للحق. يبقى الأول فيه شهادة للقرآن ككل أنه نزل بالحق من عند الله، والثاني بالحق نزل أي نزل متضمنا للحق الذي يحبه الله ويأمر به ويشرعه. يقول كقولك خرج بثيابه أي وعليه ثيابه. وقيل الباء في وبالحق الأولى بمعنى مع أي مع الحق، كقولك ركب الأمير بسيفه أي مع سيفه، مصاحبا لسيفه، مستصحبا سيفه. وبالحق نزل أي بمحمد صلى الله عليه وسلم، أي نزل عليه، كما تقول نزلت بزيد، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والحديث الصحيح في ذلك. وقيل يجوز أن يكون المعنى وبالحق قدرنا أن ينزل وكذلك نزل، هو أحسنها الأول أنه نزل حقا من عند الله، وبعد ذلك نزل متضمنا للحق. قال ابن كثير يقول بالحق نزل أي متضمنا للحق، كما قال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه أي متضمنا علمه، علم الله الذي أراد أن يطلعكم عليه من أحكامه وأمره ونهيه شرائع يعني. وبالحق نزل أي وصل إليك يا محمد محفوظا محروسا، لم يشب بغيره ولا زيد فيه ولا نقص منه، بل وصل إليك بالحق، فإنه نزل به شديد القوى الأمين المكين المطاع في الملأ الأعلى. قال الكلام ده عكس كلام القرطبي، كلام القرطبي أظنه أقرب وأوجه إن شاء الله، إنه بالحق نزل يعني وبالحق أنزلناه، وبالحق نزل يعني أنه نزل حقا من عند الله عز وجل، ونزل متضمنا للشريعة الحق. والله أعلى وأعلم، أقول قولي هذا واستغفر الله. في تكلف اللي هو الأخير إن هو الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق. وقيل يجوز أن يكون المعنى وبالحق قدرنا أن ينزل وكذلك نزل. هو يطلع يجمع التفسير الأخير ده يجعل إن الاثنين مؤكدين، لأن هما الاثنين معناه واحد، قدر الله إنزله وكذلك نزل، يبقى هيجعل إن معناهما الاثنين متضمنين في الأول، في القول الأول هو أوجبنا إنزاله بالحق. هذا سمع. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.